السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات عروض البيع. اول عرض معانا يا جماعة الاستاذ محمد السيد من الجيزة، ده ذكر شغال عامل 350 جنيه، ذكر سكروطة عامل 350 جنيه، ومكانه الجيزة يا جماعة. ده حمام الاستاذ محمد السيد، راجل محترم. بس يا جماعة شغال مستوى عالي جدا، بسم الله ما شاء الله، عامل 800 جنيه من المستويات القوية. ده يا جماعة انت يا صافي عاملة 600 جنيه، انت شغالة. للتواصل على رقم التليفون والمكان الجيزة يا جماعة، حمام الأستاذ محمد السيد. تاجر معايا ديول شغال مستوى كويس، عامل 300 جنيه، ومكان المنصورة بسم الله ما شاء الله، مستوى كويس جدا والسعر مميز، سعر مناسب جدا جدا للتقليب بتاعه بسم الله ما شاء الله. ده السكينج يا جماعة، تايجر عليه 3 ريشات، يعني لسه له شهر ونص عم يخلص شغل. عامل السعر على رقم التليفون يا جماعه اللي حابب يتواصل، ومكانه المنصوره بني عبيد. معانا طلعت زغليل النهارده، ده زغلول استرالي زي ما انتم شايفين، نزغل استرالي تاني، ده زغل بنيجي، ده خو بنيجي، ده زغل استرالي اهو شراب، عليه اسكندرانيات بجرانيت وبشربه. بطلع بشرب بس. ده اسكندراني اهو وبرنيطة، زغلول استرالي مفصص. ده زغلول مسود اهو زي ما انتوا شايفين، الزغلول المسود التاني اخو، عبسي مصري، ده زغلول طاطي، ده اخو وطاطي بس اسود، في ده اسود غزار اهو،
كده عم برسمه. في ده زغلول اخضر. زغلول استرالي تاني اهو. في ده زغلول انجليزي. جيز احمر عليه بيتزا الالماس. ده زغلول حلبك والبلومي. مش عادي بلومي. معانا النهارده اربع زغاليل عبايصه زي ما انتم شايفين كده الله اكبر عليهم. دي لهم تيل، دي لهم مروحه، بصوا دي لهم عامل ازاي زغاليل الله اكبر عليها. دي اول زغلول. الزغلول التاني اهو. زغاليل صغيره كلها لسه. ده مش من سنهم، ده لسه صغير شويه. زغيل لسه صمامه ما جملتش. ادي الاربع زغاليل اهو. دي مجموعة اسود شغالة يا جماعة. مكانهم عين شمس. لسه يا جماعه على 120 جنيه. وانتم شايفين الحمام تحت الحصى وفي تحت زغاليل. لسه في المجموعه من 120 جنيه يا بلاش اللي عايز يربي هزازات. هو هزاز شعبي بس مستواه مش بطال يعني. لو واحد مبتدئ ولا حاجه اللي الحمام ده يبقى كويس معاه جدا. في شبابات وفي شغال. الجزء في بعض 120 جنيه. ومكانهم يا جماعة عين شمس. ده لسه نفخ يا جماعه ومكانه منيا القمح بحظوظ الشرقيه. بسم الله. نفخه مظبوطه. الدك الاحمر ونيتها صفرة. ونيتها كمان نفخه عن الدكر. بسم الله ما شاء الله. دي يا جماعه مجموعه اسوس كينج للتصفيه. سعر عرض خاص لشراء المجموعة مع بعض. ومكانهم الهرم. ألوان مميزة جدا. في الأسود في التايجر معهم زغاليل. وفي السيلفر وفي البني. بسم الله ما شاء الله. راجل بيصفي ويعمل سعر كويس لشراء المجموعة. معاهم زغاليل زي ما انتم شايفين ومعاهم بيض. ربنا يبارك لصاحب النصيب. ده لسه يا جماعة مع ابنه. مكانه متغمر. محافظة دهلة.
حاجة مميزة جدا. ده كان الفيديو بتاعنا يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.